ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج السرطان ليوم الاربعاء 4 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 يونيو ل 2 يونيو. النهارده انت هتبقى في دايرة الضوء بشكل كبير. كل مهاراتك التنظيمية هتبقى مطلوبة جدا في الشغل النهارده. ممكن حتى تجمع افكار زملائك وبالتالي هتتفوق اكتر في يومك ده. هيكون عندك كتير من التأثرات اللي تعتبر إيجابية على ثقتك في نفسك، وبرضه هتبقى ملاحظة جدا بالنسبة لكل أصدقائك. أيضا هتلاقي في نزعة هتبقى متناغمة فيك النهاردة، وإنك هتبقى قادر على إنك تجمع الشخصيات المختلفة دي مع بعض. بما إنك دايما بتشعر بحالتك الحلوة، إنت هتبقى مهتم أصلا بصحة كل الأشخاص اللي حواليك. لكن ما تنساش إنك تشتغل على إنك تغير عاداتك الحياتية الصحية أكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو. النهاردة اليوم ده يعتبر شديد الحيوية فيه. ممكن انك تحفز كل الاشخاص اللي حواليك، لكن ما تهملش احتياجاتك الخاصة، لان اهدافك الان هتبقى اصبحت اوضح عن قبل كده. اسلوبك النشط النهاردة هيبقى بيعدي كل الاشخاص اللي حواليك وبيلاحظوه الاخرين النهاردة. مفيش اي سبب بيمنعكم من انكم تحتفلوا بافكاركم وتستمتعوا بوقتكم، لكن ما تخلوش الموضوع ده يتحول لوضع طبيعي. انت بتشعر بصحة كبيرة جدا في الوقت الحالي ده، لكن كتير من الحياة الراغدة ممكن يأذي صحتك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو. سلامك النهاردة يعتبر داخلي. اليوم انت هتبقى متفق جدا مع نفسك ومع ذاتك، وهيتضح ده لكل الأشخاص اللي حواليك من خلال سلوكك في الشغل النهاردة. وممكن يتطلب منك زملائك انك تديلهم نصيحة، والحالة دي هتبقى حتى في حياتك الخاصة. هتتأكد من انك بتحتفظ دايما بين التوازن بين انك تاخد وتدي، علشان تعرف تتمكن من انك تستفاد من كل الصداقات دي. لازم تبقى مهتم اكتر بنفسك. في حاجات النهاردة لازم تبقى بتحافظ عليها وعلى التوازن الموجود فيها. هيكون التأمل النهاردة هو المدخل الصحيح ليك.